مليان عدم يا ويلي شو بتظلم. أصحاب كنا أحباب وكان الوفاء عنوان. كنا زمان الطياب دب الطمع بالناس خلى البشر تحتار خلى البشر تحتار اللي عقلبه داس واللي انحرق بالنار اللي عقلبه داس واللي انحرق بالنار. ليش الطمع طب ليش نلهر وراه على ايش؟ ريت اللي راح يعود وريت الجرى ما كان ريت الجرى ما كان. هي 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 في ناس في قلوبها رحمة في ناس ما بترحم في قلوب مليان عدم يا ويلي شو بتظلم. في ناس في قلوبها رحمة في ناس ما بترحم في قلوب مليان عدم يا ويلي شو بتظلم. الخير يا ابو خالد. هلا الله يمسيك بالخير يا محمود. اهلين تفضل يا بني. عس وين انت يا رجل؟ فقدتك اليوم ما مريت علي وقعدت عندي مثل عادتك فقلت اجي واطمن عليك. اي هو احنا صح اننا نرتاح من عبد وابو هندي محمود. تفضل. الله يلعن الشياطين واللي ما بيناموا ولا بيخلوا الناس تنام. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. تفضل تفضل. عشت أبو خالد عشت. الله وكيلك يا رجل طول النهار هم دايرين وراء هالولد. قال إيش؟ بدهم أبيع نص الأرض عشان أجوز فيها خالد. أعوذ بالله منهم أعوذ بالله منهم. كل شوية الأرض يا أبو خالد اوعكها اوعك تفرط فيها. هو خالد وين؟ جيت من الجامع ولقيته هو عبده هون في البيت وطريتهم هم اثنين. أريح خير ما عملت. على كل حال خلي ابنك خالد علي أنا بس أشوفه بتفهم أنه وياه وبقنعه وحط ديك المي بارد. بس هسه خلينا بسالفة طارق. ماله طارق؟ صباح الخير يا بنت عمي. مش حاس انه صباحي حيكون في خير. لا لا يا بنت عمي انا بس حبيت اطمن عن عمي صحي بعده نايم قعد بس هذا هو. ما انت عارف انه ابوي بحبش يصحى بدري ولا بس. لا لا بس ولا غيره. خلص يا بنت عمي خلص خلص. اذا لقيت ابوي صاحي رح اقول له انه عبده تحركش فيي في الشارع وسأل عنك. لا يا بنت عمي خلص لا تصحيه ولا تزعجيه ولا عباله خلص انسي الموضوع. الله يسامحك يابا. انا عارف شو المعجبه فيك. انا عارف ليش مشغلك عنا. لو بايدي كان ما بخليك عنا ولا يوم. ااا
صبحنا صبح الملك لله. إيه هي رايحة علي نومي وأنا مش صاحية. عمتي من متى قاعدة هان؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. ظريفة، هاي ابو الليث. شو مالك سرحانة الصبح؟ والله ما انا داري شو بدي اقول لك يا ابو الليث. من لما سافروا هالولاد وانا حاسه كانه لهم سنه غايبين عني. ما قلنا لك بس يخلصوا شغلهم بعمان بيعاودوا، هذا بده وقت. يعني بالك بيرجعوا هاليومين؟ بيرجعوا ان شاء الله، شو بده ياخرهم يعني؟ يعني قلب الام بيضل يودي ويجيب. طيب بس انت توكل على الله، توكل على الله. تدري يا ابو الليث، من لما بديت امرس بهالجميدات اشتهيت لاولادي يتغدوا معانا. نسيتيني شو بدي اقول لك. خلينا اروح اطلع الغنمات بلاش تقلبي لي طريقتي. مرحبا يا اخ محمود. يا هلا بعبدو، يا هلا، تفضل. شكرا، كيف حالك؟ الحمد لله، من الله بخير. صدقني انك في بالي وبشتاق لك دائما. انا طريقي مش من هون، بس حبيت امر من هون مشان اشوفك واسلم عليك. فيك الخير يا عبدو، فيك الخير. الك زياره خاصه، اجيك. متشرف يا عبدو. بخاطرك. مع السلامه، مع السلامه. الله يكفينا شر هاليوم، الله يكفينا شر هاليوم، الله يكفينا شر هاليوم. اي والله، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. وهي الشاي. يسلموا يسلموا والدين يا صحه، ترى من قلبك معنا. ولو يلا يا جماعه قولوا بسم الله. يلا يلا بسم الله. مد ايدك يا طارق. يلا يا عمتي. بسم الله صحه. بس لو بدي قلبك انا صبيلي كاس الشاي بكفي. مالك يا طارق؟ ما توكل، ما انت لازم تقوى. هاي طارق كلك لقمة وملحق على الشاي عشاني. يلا يلا توكل. بسم الله. عمي لا تفشليني هاللقمة منك. ايش طارق؟ مالك؟ لا هذا مش شكلك. خجلان مني ولا من خطيبتك يعني؟ أنا ما دخلني فيكوا اثنين. أنا المهم عندي عمتي حبيبتي.
الله يوفق يا رب. عجبك يا اخوي؟ رضيت هيك؟ اطلع هاي خطيب تحطتني على الرف. اقول لك دقارة فيك وفيها. ها هذه من ايدي انا. انت كل قبلتك ضحكت عليك. ترى الولد وين نام امبارح؟ اكيد اخذوا عبده معه، اكيد. ولا وين بده ينام يعني؟ خالد مهد جوبن وتنسى اللي قلت لك اياه. بعدين عروستك هند تطير منك. هذا مستقبلك يا خالد. مستقبلك انت وهي واولادك. بدك تربيهم على الفقر؟ بيهلك دنم نمرة نمرتين تنغنغ حالك وتنغنغ عروستك معك. اسمع يا ابو هند اجا بدي اعرف اللي صار بيننا ولا بدي اعرف اني كنت معك ولا تقول اني انت عندك امبارح فاهم؟ خلص خلص اللي الامور عليك لا توخر. هلا هلا عمي هلا هلا تاج راسي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. مرحبا. هلا مرحبا. كيف حالك؟ الله يسلمك. ان شاء الله بخير. يا هلا. انا جاي من طرف طارق. طارق اللي جبصنته امبارح. ايوه بالضبط. وانت حضرتك يا دكتور وعده بدواء تجيب له اياه اليوم، ما كانش موجود عندك هذاك اليوم. صحيح. وكيفه هسه؟ والله بخير الحمد لله، بس يعني يا دكتور بتقول يعني بتدلع علينا شويه واحنا متحملينه يعني. يا سيدي اذا ما بده يدلع عليكم انتم ولا على مين بده يدلع؟ تفضل خليني اعطيك الدواء. تفضل تفضل. لو سمحتي الدواء اللي حكيت عنه. تفضل. هذا هو يا دكتور؟ ايوه هذا الدواء، وبياخذ منه 3 مرات باليوم بعد الاكل وعند الضروره. كثر خيرك يا دكتور. اهلين. احنا غلبناك. لا ولو هذا واجبنا. هلا بارك الله فيك. مع السلامه. سلم لنا على طارق. الله يسلمك. خاطرك يا خالد. مع السلامه يا خالد. مع السلامه. سلم على امك وقول لها اي شيء بتحتاجه ترى انا جاهز. ها يا هلا بابو خالد. قول مهلي. ما قلت لي يا محمود ما مرق عليك خالد اليوم؟ لا والله اليوم ما شفته. لكن صدقني صدقي يا ابو خالد اذا مر علي اليوم لا اقل قيمته. الله يجهز بلاهم. الله يجهز بلاهم اللي دارين وراه مشان يبيعوه ارضه، حدا بيبيع ارضه الله يجهز بلاهم. يا سيدي انا بقول الله يهدينا ويهدي. وين بدي يا ابو خالد؟ بدي اروح انام لساعة زمان وبعدين اقوم اتوضا واروح الجامع اصلي واطلب من الله انه يهدي خالد. يلا خاطرك. مع السلامة جيب الله. مع السلامة يا ابو خالد. مع السلامة. الله يعينك على هالخلفة يا ابو خالد. والله انك ما بتستاهل. لكن صدق المثل اللي بقول الولد الهامل بجيب لاهله وجع الراس.
العافيه ابو الجاسم. الله يعافيك يا سيدي. هلا فيك. هلا. شو بدي اقول يا سيد عادل؟ خير يا ابو جاسم، شو في؟ لا خير، خير ان شاء الله. بدي اسالك يا سيد عادل، كيف صحه طارق اليوم؟ طارق الحمد لله صحته بخير ويوم عن يوم بتحسن ان شاء الله. بس بدي اسالك بلا مؤاخذه، يعني هو مطول عندك؟ يعني بده يضل ياكل ويشرب لايمتى؟ لحد ما يطيب؟ ابو جاسر اتق الله يا رجل، الناس لبعضها البعض. قول الله يقيمه بالسلامه ويرجع لداره عن اذنك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الرجل ولا يمكن يبطل النق أبدا. عمي هذا القاروط مقطع الكذب. قال ايش؟ بده يناسبك. يناسب؟ هذا اللي ناقصني، اجوز بنتي لخالد الهامل. حلو والله هاي. عمي انت رتب الموضوع اول اشي، خذ الارض حط قوشانها باسمك وحطه بعبك، بعدين بصير خير. عيب يا عبدو عيب. أقول لك اعمل اللي بدك إياه، بس المهم الأرض تصير إلي. اعتبرها وصلتك يا معلمي، خذها مني. بس في سؤال بدي أسألك إياه يا معلمي. اسأل عمو، اسأل يا حبيبي. إيش معنى هذه الأرض بالذات يا معلمي؟ إيش معنى أرض خالد؟ ما في حواليها أراضي كثيرة، خذ واحدة منهم، خذ ثنتين، ليش هاي بالذات؟ جايهم الدور عمو، جايهم الدور. بس خلينا نبدأ بالأسهل وبعدين الأصعب. قل لي الكيس اللي خبرك فيه بعده بمطرحه؟ مطرحه أمان يا معلمي. بس أنا ماني فاهم عليك يا معلمي، شو اللي بتقصده؟ عبدو بس تكبر يا عبدو بتفهم. المهم خليك هسا مع خالد، فاهم؟ وبعدين بتفهم خاطرك. مع السلامة يا عمي. الكتكوت بعبي. أصب لك يا طارق؟ لا 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 شكرا، خلاص عمار. وانت يا اخوي؟ شكرا يا اختي، يسلم ايديك. يلا صح. عادل يا اخوي ترى انت مش على بعضك، من يوم ما رجعت من عند الدكتور وانت مش عاجبني. حكى لك الدكتور شيء؟ لا لا يا طارق، شو بدي اقول غير اللي قال لك اياه يعني؟ عاد شو مالك؟ انت مش على بعضك، شكلك بقول انه في اشي. مثل ايش يعني يا طارق؟ الله يسامحك، انت بتعرف قديش معزتك انت. انا بعزك مثل اخوك وحبيبي وخطيب اختي بعد. بس الواحد هيك مرات بصراحة بفكر، يعني بقول احنا هسه عايشين مثل عيل وحده في هالبيت والحمد لله. لكن بكره لما تقوم بالسلام ان شاء الله وترجع عند امك للدار،
يرجع البيت يفضل مثل الأول. سلامة البيت وأصحابه، هو إن شاء الله دائما بيضل عامر. أنت بدك إياه نظل مكسور وقاعد عندك هو بالبيت مشان حضرتك تظل مبسوط؟ لا الله يسامحك، أنا بتمنى إنك تقوم بالسلامة يا طارق، بس يعني عارف يعني تجيك أفكار هواجس. لا تفكر إني بكون مبسوط وأنا تارك مزرعتي وبيتي مسكر. لا لا لا، إحنا هيك صرنا نفهم بعض غلط. أنت عارف يا طارق إن كل مناي إن أشوفك مثل أول مثل الحصان، ترجع لبيتك وتبنيه وتعمره أكثر وأكثر. بس اللي أنا بفكر فيه إنه بكرة بس تأخذ أختي سحر، بطل أنا لحالي في البيت. أنا متأكد إني رايح أفقع وأنا لحالي. وأنا العاد بدي أتجوز بأسرع وقت ممكن مشان أشوفك هيك فاقع. أجر الصوت روحت يا ولد؟ سجل على الدفتر يا محمود. سلم على ابوك وعمي وقول لابوك ترى كل ما اشتريت من عندي بناخذك اكثر، تكرم عيونك وعيون ابوك ان شاء الله. يلا سلام عليكم. مع السلامه. وجيت الله الله يكون بعون الناس. اي والله المهم يا أخوي أبو هند، المشروع هذا بده أرض واسعة وكبيرة، وأنا بصراحة ما بركن على حدا غيرك. تأكد يا أخوي إني ما خليت عن جهدي جهد، بس أنت عارف الناس في القرية مش بالساهل يبيعوا أراضيهم. لا يا أبو هند، أنت أخوي كلمتك مسموعة ومن وجوه القرية، بس العملية يعني بدها شوية لحلحة. يا بطالة. ايوه الريحة تفقد المخزن. يابا يابا انا زهقانة، خلينا نروح عند ام الليل تتسلالي شوية. طلع على روحي كلها جلي وطبيخ وكنس، والله زهقت يابا. نعم احنا من امتى في عنا بنات بيزهقوا وبروحوا يتسلوا عند الناس؟ انكسحي وقعدي في الدار، فاهمة؟ الله يخليك يا أبو. أقول لك اقعدي في الدار، امشي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويلي محلاها البنت الريفية، ويلي محلاها ترلم ترلم. شو مالك يا ولد؟ قلبي هواها على مبع المي، قلبي هواها ترلم ترلم. عالبرج العالي طب لطلع واندهلك عالبرج العالي. شو اللي صير لك انت يا ولد؟ شو بدك؟ ولا صير لي ولا بدي يابا. مو بصراحة يابا
يعني ما فيش داعي ارجع اقول لك واذكرك انه يابا لازم اتجوز، يابا لازم نشوف لنا بنت حلال عشان تخدمنا انا وياك، تغسلنا اواعينا، تطعم لنا لقمنا كلها، تجيب لك ولد تتسلى معه. شو اقول لك؟ يا بني الله يهديك، انت وحيدي ومالي غيرك. اها. وهذه الارض ارض جدودك، وما في حدا من اهل القريه قدر يوصل لها. وبحب اقول لك انه كل اهل القريه ومن ضمنهم ابو هند ما قدروا يوصلوا لها، ومن بعد جدك ما مات الله يرحمه حاولوا معي وبرضه ما قدروا، وتيجي انت يا بني اخر الزمن وتتنازل لهم عليها بكل بساطه؟ لا يابا لا، هذه الارض امانه في رقبتك، حافظ عليها مثل ما تحافظ على نفسك. يابا اسمع شو بدي اقول لك، الليله شكلها ناوي تبرد كثير، وانا بالنسبه لي مش حاب انطر وانام برا. البرج العالي لطلع واندهلك على البرج العالي، ترلم ترلم. من هو هذا؟ مساك الله بالخير يا مختار. الله يمسيك بالخير، تفضل فوت فوت. لا مش فايت، شايفك طالع ما بدي اخرك عن مشوارك. وين بدي اروح؟ بدي اروح اتعلل عند محمود، بلا من هالتعليل فوت. تعبان وبدي اروح ارتاح، الله يسعدك يا مختار. وتشرب قهوة. الله يطول عمرك، يا ريت عامر ان شاء الله. هذول يا مختار جزء من ضمانة الارض عن السنة اللي فاتت، وبدي اياك تصبر علي في الباقي. وعليش مستعجل يا رجل؟ خليهم معك، بلكي محتاج. ولا مستعجل ولا شيء، بس يا مختار صح لي وبلاش اصرفهم. الله يسعدك. ماشي ماشي. الله يسعد عنا وعنك. الله يبارك فيك، يلا تصبح على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامة. صحيح شو بدي اقول يا مختار؟ مكتات البامية اللي بس الضمانة، العشب ما ياكلها وبدها مين يهتم فيها. بدي اقول امبارح شفت واحد من عمالك بعشب فيهن، فكرت ان داخلات بالضمان. لا يا مختار مش داخلة بالضمانة، بس انا حكيت لك لانها بدها شوية سماد. ماشي الحال، لعاد مر على محمود خذ السماد اللي انت عاوزه وقول له يسجله على حسابي. ومثل ما اتفقنا تحسب أجرتك وأجرة العامل. مش مستاهلة يا مختار. لا يا أبو الحارث، هذا حساب لحال وحساب الضمان لحال. مثل ما بدك، تصبح على خير. وانت من أهل الخير، مع السلامة، جرت الله. أم ليث، يا ترى شو يقصد ابو هند بكلامه؟ يقصد اللي بده اياه. المهم رد عليه هسه شو ما بده انفذ، بس لما نتجوز بنته واخذ اللي فيه النصيب من ارضه. انا مشكلتي هالغبي عبده اللي بيشتغل عندي محيرني. اما يلا رايح الزمان يعلمه هذا اذا ما علمته انا. إذا تعلم من الزمان رايح يصير مثلي، أي إذا ما صار مثلي ما بكون زعل. يا محمود سكرنا الحساب. مكسور الخير يا حسن، وترى اي اشي بدك من الدكانة تعال تناول من غير ما تشاورني. ان شاء الله يخلف يخلف. مع السلامة وجرت الله. اي صدقني صدقني يا ابو خالد، انك ما عرفت تربي هالولد. هلا هلا بيك. لو انك عرفت تربيه ما عمل كل هالعمايل كلها، ولا تزعل مني. ها آخ يا محمود، خليها على الله. أنا دلعته أكثر من اللازم، وأمه الله يرحمها دلعته كثير، وهيو أخرتها ركب على كتافي.
بعين الله شو بدك تساوي. بس عاد انا حاسس لو هالولد يعقل، لو هالولد يرجع ويحسن عقله شويه. هلا هلا ابو ليث. السلام عليكم. هلا هلا مختار. عليكم السلام، مساكم الله بالخير. يا هلا يا هلا مختار. هون 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 هلا قاعد. لا اقعد محلي. يا هلا يا هلا يا هلا مختار. اهلين بالخير. يا هلا بالمختار. يا هلا بيك يا محمود. يا هلا بيك والله. اهلين ابو ليس. اهلين، ولو اني زعلان عليك. لا يا ابو خالد، ماني خابر اني سويت شيء غلط معك. اول شيء الاولاد بسافروا وما بتخبرني، وهيني قديش اللي رايح جاي، لا بشوفك في الجامع ولا بتزورني في البيت. ابو خالد معه حق يا مختار، وانا مفروض بعد اني ازعل لانك ما خبرت ولا واحد من اهل القريه مشان يجوا يودعوهم قبل ما يسافروا. الصحيح بهاي الحق معك، انا غلطان ومنكم السماح، انت يا ابو خالد وانت بعد يا محمود. ترى احنا من باب العشم يا مختار، من باب العشم، من محبتنا لكم ولاولادكم. وترى يعني كان مفروض نكون موجودين قبل ما يسافروا مشان نودعهم. هذول اولادنا يا ابو ليث، اولاد اهل القريه كلها. بارك الله فيكم الجميع. على كل حال كلها كم من يوم وبعودوا للقريه وبتشوفوهم مثل ما بدكم. صحيح يا ابو خالد. شو اخبار خالد؟ بعده على عقله الاول؟ ايه الله يهديه. هذا يا مختار، هذا الولد تعود على الهماله وعلى السرسره، والله يكون بعون ابوه. اذا شفته يا محمود او اذا عاود على البيت يا ابو خالد قل له عمك ابو الليث بده اياه، وانا بتفاهم انا وياه. المشكله مش في خالد يا جماعه الخير، المشكله في ابو هند والسلق اللي عنده. قصدك عبده؟ اي هو في غيره. الله وكيلك يا ابو ليث، مش قابلين لا هو ولا ابو هند يتركوا هالولد بحاله. مشكلة اني بحبها، بحبها. اذا ما بتجوزها بنجان. طب بفرض حدا تقدم لها، والله لو ورجين شو مظهر. احسن اشي اروح اشوف عبد شو بده. عادل طارق، انت صحيت؟ صباح الخير. يا صباح الورد. يا هلا يا صحر. عليك شو وين عادل؟ طلع من بدري على البساتين. الله يقدرني على رد معروف. يا لطيف قديش غلبت الرجل. يا سيدي ولا غلبته ولا اشي، خليه بركة نحفله شوية صغيرة. انا رايح امدي لك عمتي تقعد معك. شو ماله طارق يا سحر؟ ولا شي يا عمتي، بنادي عليك بده اياك تقومي تقعدي معه. لا عاد خلنا اقوم اشوف شو ماله. يا الله ايدك يا عمتي. عشتي الحبيبه. عمك
عمالك يعني. بعدين ما افضل زلمه وما بده يحيل عنا. انا لازم اروح له وبهل وقيل قيمته وخلي عمره ما يفكر يجعل بساتين ولا يقرب عليه. انت شو جاي تسوي هنا ابو هند؟ لا انا قاعد بطلع على الشجر. ما شاء الله ما شاء الله. اسمع يا ابو هند، اذا مره ثانيه بشوفك واقف في هاي الارض رجليك الثنتين بكسر لك اياهم ومن الركب. تهددني يا ولد؟ ليش هو في حدا واقف غيرك قدامي؟ طبعا بحكي معك انت. اما احسن لك انك تبعد عني انا وطارق ولا بصير لك اشي مش كويس. ماشي ماشي يا عادل، بس ان ما خليتك تندم ما بيكون اسمي زعل ولا بكون ابوها لهند. درب تودي وما تجيب. صباح الخير، شو في؟ صباح النور، حضرتي للفطور؟ هسا كل هالصياح عشان الفطور؟ فكرتك جاي تبشرني بجاية الأولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله، حضري لي الفطور، الأولاد بيجوا بوقتهم. هسا بحضر لك إياه. لا تغلب حالك، ما بديش إياه. تعال تعال اشرب شاي. شو خذ ايش بنشف الريقه ذا؟ تلمض على كاسه الشاي هذه بتبل ريقك. تعرف يا اخوي خالد، المشكله في ابوك. صدقني بحبه، ما بحكي عنه الا من محبتي له، بغار عليه. أبوك يا صاحبي بروح يقعد في الدكان عند محمود، ومحمود هذا بنص رجل وبنص يد ونص لسان ومش فاك البلد من شره. بيحكي أكثر من قد بلد بيحكي. كل ما بيحكي سلافة، وكل ما بيجيب سيرة، وكل ما بيقول موضوع، وكل ما يقترح أبوك بيقول له آه. كل ما بيسولف سلافة أبوك بيقول له صحيح، عمره ما قال له لا. كل البلاء من محمود. ولا أبوك والله طيب، ربنا الله مسكين بس يسمع. تعرف ما إنا إلا طريقة واحدة، ها؟ نبعدهم عن بعضهم. وكيف؟ أنا أقول لك، قرب إذنك مني جاي واسمعني بالضبط شو بدي أسولف لك. طارق يما، اللي بدي اعرفه هسه انت ما بتقدر تمشي على رجلك يا حبيبي. ما دام انك قادر تتدرج خلينا نروح على دارنا احسن. لا لا يا عمتي انا ما بوافق. صح صح، عرفه مين كويس. انت عارفه بيتنا ما في حدا وما بصير هيك ضل مسكر.
دشرني يا زلمه. طول بالك، خلي العقل منك. ايوه هسه على القرعه تقوم عم مقروم، هسه خالد يروح على محمود ابو نص لسان ويقضي عليه، خلي يستاهل. ولا محمود شو باقي تقول لابو يعني؟ شو باقي تقول لابو يعني؟ بقول لك ايه؟ اهدى يا اخي، اهدى يا خالد، شهدى. شو باقي تقول؟ ايه؟ انا كنت احكي لمصلحتك، بدل ما تيجي تشكرني جاي تهددني. شكيك عليش؟ انا بديش ياك تكون جاهل. بالله بديش ياك تمشي ورا الهامل وحبته تصير هامل زيه. ولك شو دخلك يعني؟ باقي تحكي عن هامل عن جد؟ يعني الحكي اللي سمعته صحيح ولا؟ ذبحت الرجل. يا ويلك يا محمود يا سواد ديلك، شو اللي سويته؟ ذبحت ابن الناس. اصلا ارتبوا علي قرايبه وبهدوا الدكان فوق راسي. خالد الحق، شو مال خالد؟ الحقني يا عبد، الحقني يا خالد. ضربوا بالوزنه، ضربوا على راسه. خلصاوي يا اخوي، خلصاوي يا ولد. انهزم ليجي قرايبه هسه يفنعوك لما ذيلي يفنعك. احملوا معي، خلوا على المركز، احملوا معي. غير انهزم. شيل ابو الليث، ابو الليث الحق، ابو الليث ابو الليث، تعال تعال تعال، شيل. شوفي شوفي على محمود طبش، محمود طبش على راسه. ولع عليك يا محمود. شوف اقعد جنبه، اقعد جنبه يا عمو. اسماعيل دير بالك على رزقة محمود. روح ماشي. ولع عليك يا محمود. شو إلي فيه؟ شو إلي فيه؟ ابيع الأرض لأبو هند ولا العفاريت؟ أنا شو إلي فيه؟ تنقلب ولا ما تنقلب؟ أصحي ويبهدلني؟ أنا كنت موجود ما خليه يفشخ. وزنه يا دكتور هالقد 5 كيلو. لا خليك يسافك هسه بعدين. محمود اللي يفشخه يا دكتور. مين محمود يا حج؟ شايف؟
يا مازن بدي اروح له. لا لا استنى يا حبيبي نسعف الكسر. يا مازن عقم لي هالجرح ولف لي اياه. بسعة بسعة نظف لي اياه نظف لي اياه. عبد خلنا نروح لبكره. لا يا اخوي لا يا اخوي لا يا اخوي لا يا اخوي نسعف الكسر. حط 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 مين محمود هذا؟ ايوه ايوه يا بني هذا محمود صاحب الدكان اللي بنص الجنة. هو اللي عمل هيك؟ إن بعض الظن ما بقول غير خاف الله. محمود اللي فشخه هو يا دكتور؟ أكيد هو. أنا كنت موجود. هو اللي فشخك محمود هذا يا خالد؟ محمود بس أنا بورجيه. بسيط أنا بورجيه يا عمي. أنا لازم أبلغ الشرطة. لا يا بني ما بدنا نكبر السالفة بلاش من الشرطة. ما بصير يا مختار أنا لازم أبلغ الشرطة هاي مسؤولية وأنا ما بتحملها. مرحبا أعطيني المغفر بالله. مرحبا الشرطة أعطيني الضابط بالله إذا سمحت. مرحبا حضرة الضابط كيف حالك فارس أفندي؟ الله يسلمك مشتاقين والله. كيف صحتك يا سيدي؟ في واحد بالقرية عندي هيو بالعيادة ضارب واحد ثاني في وزنه على راسه. ماشي يا فارس أفندي ماشي احنا بانتظارك. مع السلامة. عن الشيطان ليش عملت هالعملة يا محمود؟ ليش حطيت عقلك بعقل خالد؟ المفروض انه عقلك يكون اكبر من هيك على حساب ما انت بتفهم يا محمود وبتعرف كيف تتعامل مع الناس من خلال شغلتك اللي بتسم البدن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا السلام. مرحبا هلا هلا يا حضرة الضابط اهلين يا مرحبا اهلين. ورجيني فشختك يا خالد. هيا يا سيدي تعال سيف اقعد هون افتح المحضر. تقدر تقول لي محمود ليش ضرب خالد؟ ما هيو عندك اساله. انا بسالك انت يا ابو الليس لأنك أنت كبيرهم ومختارهم. هو صحيح يا حضرة الضابط إحنا حابين نحلها بيننا يعني حابين نروح نتعلل عند أبو خالد ونصلحهم على بعض من غير ما نكبر السالفة. الله يسامحك يا حكيم أنا ما كنت حابب أدخل الشرطة من الأساس لأنه عارف راح نحلها بيننا من غير ما حدا يتدخل. أنا قمت بواجبي يا مختار وما بقدر أسكت. أخ اخي راسي اوي هي لسه بتوجعك يا خالد؟ بتوجعني كثير. بسيطة بسيطة هاي من حم الضربة. يا شيخ خالد بدك تشتكي؟ انا يا حضرة الضابط استنى يا بني ارجوك يا حضرة الضابط بلا من الشكوى وبلا من المحضر كله قلت لك رايحين نحلها بيننا. ابو خالد عم ابو خالد. ايوه مين جوك؟ اهلين يا ابني. كيف حالك كيف الصحه؟ تفضل. لا 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 مستعجل ما عندي وقت ما عندي وقت. ايش بدي اقول يا ابو خالد؟ تفضل ابني يقول. هو يا ابو خالد يعني اللي شرواك لما تصير مشكله بالقريه يجوا على الرجال الكبار اللي مثلك
هم اللي بيحلوا المشاكل. صحيح احنا عيال القريه احيانا بتهاوشوا، الكبير بيضرب الصغير، الصغير بيضرب الكبير، ومثل ما قال المثل احيانا الجدحان في البيت بالطاقه، مصارين البطن بتكركعن والجرح بالشف. يعني لو اي واحد ضرب الثاني كبير ولا صغير، يعني لو مو مثلا محمود ضرب خالد، اي واحد ضرب واحد ثاني، يعني لما محمود ضرب خالد شو بتقول؟ محمود فشخ خالد؟ فشخه بسيطه يا ابو خالد، يعني هو صحيح سال منه دم كثير، انا اسعفته وديته على العياده، وديته بسيارتي واسعفته وما في إشي، يعني كل ما هنالك هي فشخه بسيطه. طب خالد وينه؟ في العياده انا وديته. روح روح ابو خالد، اذا ودك تروح للمغفر انا طريقي من هناك. ايوه هسه ابو خالد يروح محمود يفنعه، يا يفشخه يا يكسر له راسه، وتقوم القرعه عم قرون. اي أيوة والله دكانتك كلها يا محمود، اي ما بتكفي صلحات وعزايم. والله يا خالد يا عمي دم فشخه. اي هاي عوايده، اتركهن لحالهن وروح يتلهب الكلام. يا مختار، ما دام خالد نشتكى انا ما عندي مانع تحل المشكله بينكم. بارك الله فيك يا حضره الضابط. وانت يا خالد اذا تعرض لك محمود تعال وانا بتصرف. حاضر يا سيدي. يلا يعطيك العافيه، تقدر تروح. بارك الله فيكم جميعا. شكرا يا دكتور. هلا مع السلامة. شكرا يا حكيم. دير بالك يا مختار. شكرا يا حضرة الضابط. مع السلامة يا مختار. مع السلامة. هلا بناقو يا سيدي. سلام. شكرا دكتور. مع السلامة يا هلا. يا خالد لا تنسى ترجع لي مشان اغير لك عليها. ان شاء الله دكتور. ابني ابني وين وين ابني؟ ابني يا ابو خالد طفشي بسيطة. خليني يابا قدامك ما في شيء بسيطة، لا تخاف يابا. طمني يابا. وسلامتك. بسيطة بسيطة يا محمود الخاسي، يا ويلك مني يابا. الشغلة بسيطة كلها مش مستاهلة. احنا يابا خلينا نروح على الدار، محمود بنشوف له حل. يابا محمود دواء عندي، دواء عندي يابا. خالد شو قصدك؟ لا يا حضرة الضابط ولا قصده ولا اشي، انا بس يعني بطيب خاطر الوالد يا حضرة الضابط مش اكثر. كيف وشو قصده يا حضرة الضابط؟ الزلمة كسر راسه وبدك اياه يفوت حقه؟ ابو خالد وحد الله يا ابو خالد وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا مختار انا بكره راح اخذ الاجراءات القانونيه وراح احط محمود في السجن، وانت يا خالد بكره تعال على المغفر حتى اخذ افادتك. يعطيك العافيه. يلا يا سيد. مع السلامه. استنى يا حضره الضابط، شو اللي سويته يا ابو خالد؟ الله يسامحك، ما احنا اتفقنا نحلها بيننا قبل ما تيجي، وانت خالد مش اتفقنا نحلها بيننا؟ شو اللي غيرك وبدلك؟ ابو ليث انت مختار القرية. اسمعني يا ابو خالد اسمعني. اي شو ظل عندك قول يا مختار؟ الله يهديك يا ابو خالد، اي مشكلة ما بتنحل بالعصبية. احنا اولاد قرية واحدة، عيلة واحدة، وخالد ما في اشي ما بيستاهل كل هالمشاكل. أهلين، شو بدك؟ عمي موجود؟ نايم، هسا بصحي لك إياه. لا لا الصحية بنت عمي، خليه نايم براحته، أنا عندي مشوار أروح أخلصه وأرجع. بخاطرك يا نوارة القرية كلها. شو بدي أقول يا بنت عمي؟ بدك إشي؟ أنا تراني جاهز. شكراً.
شو بدي اقول يا مختار؟ تفضل يا ابو خالد. ايش رايك انه خالد بكره يروح على المركز ويقول للضابط انه خلص لا بدنا نسوي اوراق ولا بدنا نسوي هذا بصوص اسمه اللي بيقولوا عنه المحضر؟ قصدك المحضر. على كل حال يا ابو خالد انت روح وروحه، وانا خليني اروح ادور على محمود وبنشوف لنا كم من واحد من وجوه القريه وبنيجي نتعلل عند كل ليله. اهلا وسهلا. لا يا مختار، انا ثاري وبدي اخذه، انطال الزمان وانقصر. اسكت يا ولد، انا ابوك وانا بعرف كيف اتصرف. ابو خالد خليني احكي. عمي يا خالد، المصارين في البطن بتقاتل كيف الاوادم، وبعدين محمود مش غريب عنك، بظل ابن قريه. على كل حال الليله راح اجيب محمود معاي وبدي اخليه يحب على راسك. هسا انتوا روحوا على البيت واستعدوا للتعليل. يلا خاطركم، مع السلامه يابا. امشي يا ولد.